بعدين من ذي نحن مجموعة من النساء الناشطات العراقيات، يعني قررنا أن نطلق مبادرة اسمها عدها حق. عدها حق لأنه مع الأسف إحنا في دولة أصبح القانون فيها يعني متراجع، دولة فيها استشرى فيها الفساد، دولة زادت فيها البطالة، زاد فيها العنف الأسري، فوضع المرأة أصبح في تراجع نتيجة الأحزاب الحاكمة والموجودة. فقررنا أن نطلق حملة عندها حق. هاي الحملة بها طلبات، أول طلب وأهم طلب هو احترام اتفاقية سيداوي اللي هي مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية اللي وقعها العراق طبعا، بس مع الأسف العراق ما ملتزم بها بشكل كامل. عندك بالإضافة إلى هذا الإسراع، نطالب بالإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، لأنه أصبح واجب في هذا الوضع اللي إحنا به نشوف عدد المشردات، عدد المعنفات، نشوف عندك قوانين لا زالت يعني هي ضد المرأة وبها تمييز مثل قانون الاغتصاب اللي يسمح بإفلات الجاني من العقوبة، عندك قانون الزنا وقضايا الشرف كلها يعني عقوبات مخففة على الجاني، عندك يعني كثير نشاهد التمييز يعني ضد المرأة، موضوع التحرش، موضوع العنف داخل الأسرة، الحرمان التعليم، عندك فتاة نسبة أمية كلش عالية بين الفتيات وخصوصا الريفيات، هذه كلها يعني أمور إحنا كلها نطالب بها. ولكن هدفنا العام الأول الآن هو موضوع قانون أن يقوم البرلمان بالإسراع بتشكيل قانون، بإقرار قانون العنف الأسري، وستكون لنا مهلة يعني، وبعدها إذا ما تم إقراره راح تكون إنه يعني سلوك ثاني يعني وفق القانون وسلميا إنه يعني نصر على إقرار هذا القانون، بالإضافة إنه بعدها إحنا راح نبقى مناصرين للحقوق وراح نبقى نداعي يعني في كل وقت وفي كل ظرف، يعني إذا أكو حقوق مسلوبة إحنا راح نبقى نطالب بها، لأنه قلت لك إحنا أخذنا على عاتقنا كنساء مدنيات ناشطات عراقيات انه نناصر حقوق المظلوم بالعراق مع الاسف في الوضع الحالي اللي احنا به. احنا مجموعه من النساء العراقيات الناشطات اللي يحسون بوضع المراه العراقيه، كثير من المطالب لحد اللحظه لم تاخذ المراه العراقيه حقها بالمجتمع، كثير من التشريعات ايضا تلكئت لفترات طويله جدا، على سبيل المثال ايضا قانون العنف الاسري اشتغلنا عليه كلش هوايه منظمات مجتمع مدني، بالاضافه الى ايضا مسانده دوليه من قبل منظمه سيدا ومن الامم المتحده، وقراءه اولى بالبرلمان مع اخذ بعين الاعتبار المرجعيه بانه هو ما يتنافى ويا تعاليم الاسلام، بالاضافه الى انه ايضا وزير العدل حسن الشمري كتب بايده خطيا بانه هو متفق، كان وزير العدل بذيك الفتره، من ذيك الفتره يعني من 2010
ولليوم احنا ما نعرف بالضبط انه ليش هذا القانون ما يريدون يسنوه، مع انه هو يحفظ كرامة الاخت والام والزوجة والحبيبة والصديقة وحتى زميلتك اللي بالشارع بكلها. نقلل من اطفال الشوارع، نقلل ايضا من نوعية يعني نساء دور الايواء ايضا اللي احنا نعرف بالاخير شنو اللي صار بيها. كثير من المسائل يعني بما فيها حتى المتخصصة الاجتماعية اللي يجب ان تكون بذاك المكان، تكون بمعرفة مشكلة هؤلاء النساء وكيفية مداراتهم. احنا اللي صار بالعكس، خلوا دور الايواء بيها متشردات، بيها متسولات، مع يعني نساء من نوع اخر ايضا يعني عليهم ملاحظات. فهذه انت ما جاي تحسن ولا تقضي على مشكلة مجتمع، بل تأسس الى مشكلة. بالإضافة إلى أنه إحنا نعرف طبعا مسألة الكوتا مثلا 25% بالسلطة التشريعية، ولكن لحد اللحظة لم تأخذ حقها لا بالسلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية ولا بالتمثيل الدبلوماسي ولا بمواقع القرار ولا بالهيئات القيادية ولا في منصب رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء وهكذا. أضف إلى أنه هي لم تكن في الجامعات، يعني نادرا ما تلقى عميدات. فإحنا نريد مسألة 25% هذه تكون بالمجتمع بشكل حقيقي، والقانون يقول يعني القرار يقول بأنه أقلها 25%. بتونس إحنا نعرف المسألة وصلت تقريبا إلى 50%. طيب ليش المرأة العراقية هاي اللي إلها تاريخ، أول قاضية، أول وزيرة بالشرق الأوسط، أول كابتن طيار، هاي كلها المرأة العراقية، المرأة العراقية القادرة على أن تخلق شيء، لماذا تهمش؟ مرأة كرمت بالقرآن، مرأة كرمت بكل الأديان، كتب عنها الشعراء، إذا اهتميت بها راح تطلع لك جيل جميل جدا. ليش لحد اللحظة يحاولون أن يجاهلون حق المرأة؟ وللعلم يعني في كثير من المسائل هناك تمييز ما بين الحقوق والواجبات التي تعطى إلى رجل عما هي. احنا نعرف الفرق العضلي ما نحكي عن هذا الموضوع، ولكن بالنسبة للعقل يعني بتقديري أيضا للمرأة عقل راجح. زين، فلحد اللحظة يعني احنا ما نعرف انه لماذا هذا التجاهل. فهاي هي مطالبنا لا اكثر ولا اقل. وانت تشوف الحركة اغلبها شبابية، احنا يمكن جيلنا راح يروح، ولكن نتمنى هذا الجيل هو اللي راح يطالب. احنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وخاصة النساء بالعراق، صارت مبادرة من قبل مجموعة من الشابات العراقيات انه يكون هذه السنة نطلق مبادرة جديدة اسمها عدها حق، لانه حقيقة هي هذه وقفتنا اليوم ومساندتنا للشابات العراقيات اللي قاموا بهذه المبادرة. هي صرخة اضافة الى صرخاتنا الكثيرة اللي قمنا بها من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. احنا كنساء عراقيات قاتلنا كثيرا من اجل حقوقنا، من اجل احترام المرأة اكثر، من اجل صمت كرامتها، الدفاع عنها، سواء كانت ما تتعرض الى من عنف داخل الاسرة او عنف خارجي او عمليات ارهابيه. لكن احيانا نصل الى نتيجه واحيانا اخرى نخفق في تحقيق الهدف. اليوم هي صرخه من ضمن صرخات اريد ان المراه العراقيه تحصل على حقوقها، الطفله العراقيه تحصل على حقوقها. كثير من النساء محرومات من التعليم، محرومات من الخدمات الصحيه، محرومات من ابسط سبل العيش. ما زال عندنا عدد كبير من النساء رازخات في المخيمات والنازحات في المخيمات، ما زال عندنا عدد كبير من النساء الازيديات تحت سيطره
سيطرة داعش. قبل كم يوم صار عندنا مجموعة من النساء ذبحوا على يد داعش، هي صرخة عراقية نسوية حتى تقف الحكومة وتقف البرلمان، يقف البرلمان والحكومة إلى جانب المرأة العراقية، وهي الحقيقة كانت مبادرة من الشابات العراقيات، وإحنا سندناها محاميات وأستاذات جامعيات وبرلمانيات سابقات كلية تسردنا هذه الحركة، نعتبرها خطوة نحو الأمام. بمظاهرة مضادة، مظاهرة ما نعرف شنو الوضع يعني، ونسدت الطرق وحال دون وصول النساء المدنيات للساحة. بس هي مو هاي المشكلة، احنا طالعين اليوم بهاي المناسبة اللي أساسا سببها نساء طالبا بالحقوق، طالبا بالحريات، بالخبز، للجياع، طالبا بأن تكون قوانين للمرأة باستحقاقاتها. وإحنا اليوم نطالب بقانون العنف الأسري، الحماية من العنف الأسري اللي واقف بالبرلمان صار له سنين، ما نعرف ليش، مرة يقول يتعارض مع الشريعة ومرة يقولون يتعارض مع القيم الاجتماعية. هل المرأة إذا احترمت هذا يعارض؟ هل المرأة إذا أكلت خبز وقعدت ببيت هذا يعارض القيم الاجتماعية؟ مو هذا القانون يحميها يعني، إلا يسلط عليها سيف يلا تكون صالحة؟ هذا إحنا طالعين على هذا، المرأة نصف المجتمع، والله أيضا سواها أم، والأم مقدسة، قدسها الرب العظيم. إيش معنى تنهان إحنا هنا وإحنا مجتمع كلها صيح إحنا مسلمين، كلها صيح إحنا عدنا عدالة، كلها صيح طالب بالجنة؟ طيب وين الحلال والحرام بهذا الحال، بهذا الواقع؟ أنت تعرف أكو مناطق من هاي ضواحي بغداد، قلب العاصمة بغداد، جياع، نساء جائعات ما عدهن، هاي وين تروح؟ وهاجرها رجلها متزوجها بزواج خارج المحكمة، ما نريد نسميه غير تسمية، بس اسمه على سنة الله ورسوله، بس هذا الزواج على سنة الله ورسوله، مو بيه حقوق. الله يقبل بالظلم، الله عظيم جبار غفور رحيم، ما يقبل بالظلم. ليش هذول باسم الله جاي يظلمون النساء؟ ليش جاي يهتكوهن؟ ليش واحد بباب الدائرة يشتغل موظف يتعدى على موظفة يتحرش بيها ويضربها ويأذيها حتى الإغماء؟ وماكو، وفي دائرة حكومية، في دائرة حكومية. طيب وين هذا الحال؟ إحنا وين وصلنا؟ هذا هنا المفروض مو يقولون أكو ثواب وعقاب؟ زين وين العقاب هنا؟ لو كونها امرأة، بس لو كان رجل، لو كانت هاي المرأة متعدية على رجل حتى لو هيك بحجارة كان قامت الدنيا وما قعدت يا ابني، كان اعتبرت منتهكة للأخلاق وللشرائع. فإحنا هاي طلعتنا، إحنا ما متجاوزين على أحد، إحنا بس نريد حقوق، نريد احترام، نريد نعيش بسلام، نريد بكرامة. هل إذا طالبنا بكرامة نعتبر إحنا خارج الشريعة أو خارج المجتمع أو خارج الأخلاق؟ هذا كل ما طالعين عليه إحنا. شكرا لكم، ونتمنى من الإعلام أن ينصف المرأة. 50 امرأة انذبحا من الوريد للوريد، ما اكترث أحد ولا هكذا مرور الكرام مروا عليها. ليش؟ لو 4 زلم واحد بتسمه كان العشائر والدنيا والقوانين والسلطة أيضا. هذا عنف الأسري أنا عشته بحياتي. زوج السيد عرجي، إحنا خزاعل قبل كانوا قرابنا ما يطلع، فهذا من عشت ويا 20 سنة. أول ما كان ما عنده شيء، الله يعلم يجوز حية من جو لجو، يخرب الجيران علينا بالأول، بعدين تزوج قدرني، لا خلى سم ما سواه، لا خلى إشاعة ما سواه، لا خلى عصابة ما جابهم وراي، ما خلى شيء ما سواه بي. في سبيل أطلب الطلاق، رحت طلبت الطلاق، كان غايبنا 50,000، نحن متزوجين بال95، عندي وليد عمره 18 هسه، مطلقنا 2011، كان وليدها العلو، ما خلى أسلوب ما استعمله، طلقت منها هالخمس سنين. هو كان مسجلين عاطلين عن العمر، هو راتبه إلي ويا حصة بالاسم ما شاله من طلقني، ظل ياكل بي. الرعايات كلها ما يخلي اسمي يسجلوني بالرعاية، لا يخلي مؤسسة تسجلني، لا يخلي إنسان يساعدني، لا يخلي إنسان يطارد وراي. حد الآن هو والعصابات أرد أرجعها، ساكن ويا قرايبي والناس، أنا هذا الإنسان ما أرجع له. أنت
حتى سويت بي اشكال، يعني مو بس انا عشت هذا العنف الاسري وانما حتى خواتي، فانا صارت حقوقي من راتب من رعايه احمي ابني، وهذا زين ما يبعدونه عني باي طريقه. القانون سالفه هاي المراه سالحجت، ما حد ياخذ حق المراه، ما حد ياخذ حق المراه. اليوم يسرني ان اقدم لحضراتكم بيان شبكه النساء العراقيات بمناسبه الثامن من العالم الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمراه الذي تبنته الامم المتحده في عام 1977 لتحقيق انجازات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وثقافيه للمراه بهدف الوصول الى المساواه الكامله في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. تحتفي النساء العراقيات بهذه المناسبه بحزن واستنكار شديدين حول ما تناقلته الانباء مؤخرا من ذبح 50 امراه يزيديه مختطفه لدى داعش في الوقت الذي نعلن تضامننا مع عوائل الضحايا. نطالب السلطات الحكوميه باجراء التحقيقات حول هذه الجرائم والكشف عن مصير المفقودات والمختطفات العراقيات وتوفير الحمايه الشامله لضحايا العنف الجنسي ولا سيما الخدمات النفسيه والصحيه وانصافهن وملاحقه الجنات وعدم افلاتهم من العقاب، كذلك ضمان العوده الامنه والكريمه للنازحات وعوائلهن وحمايه الاقليات ورعايه عوائل المفقودين والمختفين قسرا وتحسين الخدمات الاساسيه للمعيشه وفرص الحصول على التعليم والصحه والعمل. ونؤكد على ضروره ادماج النازحات والعائلات في بناء الاستقرار والامن وزجهن في عمليه اعاده اعمار مناطقهن المنكوبه وبرامج التنميه المستدامه. من نريد عنكم سكين؟ من نريد عنكم سكين؟ من نريد عنكم سكين؟ ولا نقبل يبقى التهميش. من نريد عنكم سكين؟ من نريد عنكم سكين؟ ولا نقبل يبقى التهميش. مثل ما تشوف احنا مجموعة من المطالبات بحقوق المرأة وبأقل الحقوق اللي هي المساواة وتحقيق المرأة لذاتها في المجتمع اللي تتضمن تعديل قوانين الدولة اللي تحمي المرأة وتحميها من العنف الأسري ومن التحرش. نحن أولا احنا رابطة المرأة العراقية مناسبة 67 سنة على تأسيسها وكذلك معا لحق المرأة مجموعة من النساء متنوعات مكونات عديدة كلها من أجل حقوق المرأة، من أجل وقف انتهاكات لحقوق المرأة، كفى انتهاك، كفى تهميش، كفى تركين، كفى عدم مساواة. نعمل من أجل عدالة المجتمع، المرأة مع الرجل في المجتمع، من أجل أن تكون بموقعها بمكانتها، من أجل حقوقها، من أجل تشريعات وقوانين تضمن حق المرأة وكرامتها في العيش في المجتمع وأسرتها وأطفالها، من أجل تشريعات، من أجل تشكيلة حكومية تساهم بها المرأة العراقية التي عملت ولا تعمل من أجل مسيرة تقدم المجتمع هذا. وبما أنها هي أكثر من 60% من المجتمع فيجب أن تكون لها مكانتها في البرلمان، في السلطات الثلاث، في اتخاذ القرار، في التشريعات، من أجل تنفيذ اتفاقية سيداو يجب أن تشرع قوانين جديدة للأطفال الذين حرموا ولا يزالون يحرمون من لقمة العيش من للفقراء، من أجل الفقراء والكادحين والفلاحين والأرامل والمهمشات. كثير من هذه الشرائح هي مهمشة. الآن جاءوا مجموعة من الأزيديات احتجاج على ذبح 50 امرأة يزيدية بريئة وأطفالهن، فهذه الوقفة هي مساندة لجميع النساء في العراق بكافة مكوناته، بكافة تشكيلاته، بكافة أنواعه. فالمجتمع يسخر بكثير من السلبيات الموجودة في البطالة وتهميش وعدم مساواة وعدم تعيين وتهميش بالرواتب وعدم مساواة إلى آخره. فنحن هذه الوقفة من أجل حق المرأة في الحياة وفي القوانين. شكراً.
نريد حلول للداوينة، نريد تصريح أحلام، مبادرة عدها حق. شابات من مختلف الانتماءات الفكرية والاجتماعية بادروا إلى إطلاق هاشتاغ عدها حق، وباعتقادنا هاشتاغ عدها حق هي مبادرة كل النساء العراقيات اللي شعرن اليوم بالظلم وبالحيف ويناضلن من أجل تحقيق المساواة والكرامة والسلام في بلدنا. هذه المبادرة اليوم تنطلق وإحنا في ظروف صعبة جدا، المرأة العراقية تعاني من قتل، من اغتصاب، من اختطاف، من مختلف أشكال العنف والاضطهاد، وإحنا نشعر اليوم بمسؤولية كبيرة من أجل التضامن مع النساء الضحايا ومع الناجيات، من نازحات، من عوائل الشهداء، ومن جميع المختلف القوميات والأقليات. اليوم هو يوم المرأة العالمي، يوم من أجل كفاحي، من أجل الحرية، من أجل المساواة ومن أجل الكرامة. لهذا نطالب من أجل تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وأيضا نطالب بإشراك المرأة في مواقع صنع القرار. الحكومة اليوم خالية من أي امرأة، الرئاسات الثلاث خالية من أي امرأة، مفوضية الانتخابات ما بها أي امرأة، وهناك العديد من المؤسسات اللي لا توجد بها امرأة. احنا اليوم نقول شاباتنا يجب أن يحققون أن وجود لهم بالعمل بالسياسة في كل المواقع من أجل التغيير لبناء مجتمع خال من الإرهاب، خال من الاضطهاد، خال من العنف، ومن أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام للمجتمع كله، للمرأة العراقية ولجميع المجتمع. وقفة اليوم بها قامت بها عدد من النساء والشابات من مختلف الأعمار ومن مهن مختلفة، مناصرة لحقوق المرأة بسبب وجود عدم تشريعات تحميها داخل المجتمع. من ضمن هاي الحقوق يمكن حقها بالتعليم، حقها بالعمل، تشريع قوانين منصفة إلها بالأحوال الشخصية، وعدم تشريع قوانين تخدم المرحلة اللي احنا عايشين بها اللي هي حكم الأحزاب الإسلامية مثل قانون زواج القاصرات. عندنا مطالبات بخصوص النساء النازحات ووجودهم بالمخيمات، المفروض إعانة ورجوعهم إلى ديارهم. الحكومة المفروض ترجع المدن المهدمة وتبنيها ويا هاي الميزانيات الانفجارية. أكو عندنا إيزيديات، مختطفات، لازال عند داعش ولازال داعش مستمر، يعني لازلنا إحنا في القلق لنساء أخريات ممكن يسبوهن المرة الثانية. فوقفة اليوم مطالبات متعددة لحقوق المرأة، وسموها الناشطات عدها حق. هاي المبادرة من مجموعة من النساء تطالب بالإسراع بتشريع قانون الأحوال، قانون الحماية من العنف الأسري. هذا القانون اللي يشمل يحمي الأسرة العراقية من الانتهاكات اللي تتعرض إلها المرأة والطفل والشباب من اغتيالات وقتل وعنف وتعسف وسجون واضطهاد واعتقالات. هذا القانون لو يشرع يحمي الأسرة العراقية. احنا من خلال هاي الوقفة اليوم نطالب الإسراع بتشريع هذا القانون، لأن هذا القانون مدرج على جلسة البرلمان من 2011 ولا زال على درج البرلمان ولم يشرع هذا القانون. احنا من هذه الوقفة نعيد ونكرر الإسراع بتشريع هذا القانون لحماية الأسرة العراقية. وكل عام المرأة العراقية بألف خير. أنا نقول عدها حق هذه المبادرة للمطالبة بتشريع قانون العنف الأسري. هذا القانون اللي يحتوي على الكثير من المواد، تقريبا 25 مادة. هذا القانون يحمي المرأة العراقية، ليس فقط المرأة العراقية وإنما الطفل العراقي والمسن والأم. في شاهدنا الكثير من الحالات على السوشيال ميديا للأطفال بحالة في حالات العنف والضرب،
ومن ما ادى الى موتهم. ففي حال تشريع مثل هذا القانون سوف يحد من هذه الحالات. ايضا هذا القانون يحتوي على عده مواد، 25 ماده. هذه المواد بها مثلا قرار الحمايه. قرار الحماية هذا راح يكون حامي للمرأة العراقية في حالة تعرضها للعنف. هذا الطلب راح يحمي المرأة العراقية لمدة 30 يوم من أي عنف، وتستطيع تمديد هذا الطلب لمدة 180 يوم. في حالة خرق هذا الطلب، في حالة خرق قرار الحماية، تستطيع تقديم شكوى إلى المحاكم المختصة، المحاكم الخاصة بالعنف الأسري. وأيضا يوجد دور للإيواء، هذه الدور حاليا موجودة في بغداد، لكن لا يوجد قانون عنف أسري لاستقبال هذه الحالات. الحالات التي تستقبل في هذه الدور هي من سن 18 إلى 55 سنة. احنا نطالب بتشريع هذا القانون حتى تكون اكو حماية للمرأة العراقية. نبارك للمرأة العراقية في يوم المرأة العالمي. انا الاوان للعقلية العراقية او للعقلية العربية ان تنظر للمرأة كإنسانة، ليست سلعة وليست مستعبدة. وانا الاوان للمرأة العراقية ان تعرف حقوقها وتدافع عن نفسها، ونطالب بحقوقنا بالمجتمع، بالشارع، بكل مكان، بالبرلمان، وتشريع يعني الحماية المرأة من العنف ومن الاضطهاد، من النظرة القاسية للمجتمع. يعني هو مجموعة من الشابات الناشطات مدنيات اطلقوا هاشتاغ عدا حق، وبعد ذلك تجمعوا وعقدوا اجتماعا واتفقوا على ان يطلقوا مبادرة يناشدوا فيها النساء بمختلف المهن والاختصاصات للوقوف في ساحة التحرير، لمطالبة البرلمان بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، واللي هذا انقرأ قراءتين في البرلمان وللأسف لم يدرج على جدول الأعمال منذ عام 2016 ولغاية اليوم، للوقوف ضد بعض الكتل في البرلمان. وقبل يومين صدر رئيس كتلة الفضيلة يعني بعض النقاط اللي هي بالضد من تشريع قانون العنف الأسري، الحماية من العنف الأسري. مطالبنا تم طرحها في بيان المبادرة، ممكن أن تحصلون على نسخة منه. استلمتها رئيسة اللجنة المرأة حقوق الإنسان والمرأة في البرلمان النائبة هيفاء الأمين، وأدلت بكلمتها في بداية التظاهرة بأنه لجنة المرأة والطفل هي مع وبشدة إقرار هذا القانون. وأيضا هناك اتحاد البرلمانيات العراقيات استلم نسخة من المطالب، ستعمل البرلمانيات، وهذا وعد منهن في هذه الدورة على إقرار قانون العنف الأسري، اللي اليوم نشوف الكثير من الممارسات للأسف برزت خاصة في نهاية 2018 من زوجات الأب والأخوة وأولاد العم ضد الطفلة، مو المرأة أو الشابة، ضد طفلات صغيرات لا يتجاوز أعمارهن من 6 إلى 3 سنوات. احنا مجموعة من الناشطات ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة. اليوم وقفتنا هي احتجاجية وإحياء للثامن من آذار كمناسبة للتذكير بحقوق المرأة العراقية باعتبارها إنسان له كامل الحقوق، ونطالب بمجموعة من الإجراءات. أولها التزام الحكومة العراقية بالتزاماتها الدولية، ثانيا ضرورة وجود قانون العنف الأسري للحماية من الانتهاكات اللي تتعرض إليها المرأة في العمل وفي الشارع وداخل البيت، أيضا المطالبة بتمثيل أكبر للنساء في الكابينة الحكومية وفي المواقع ولجان رسم السياسات والمفاوضات. برافو برافو. أقدم
النساء في كل العالم بشكل خاص إلى المرأة العراقية. المرأة العراقية هي المناضلة والمساهمة في كل مجالات الحياة، نجدها في كل مكان، في الحقل وفي المعمل، وطبيبة وناشطة مدنية وأديبة وإعلامية وفي كل مجالات الحياة. فبعض النساء تعاني من التهميش والإقصاء، وهذا يعني بشكل واضح ومعلوم، ومن حالة خاصة إلي أنا أريد الكل يعرف بيها. أنا عملي محاسب قانوني ومراقب حسابات، واسمي إيمان الهاشمي. أتعرض إلى ضغوط بمجال عملي، ويوجد من يمنع المراجعين من الوصول إلى عملي. وهذه الحالة منذ عدة سنين، بلغت عدة جهات رسمية بهذا الموضوع، وخاصة منظمات المجتمع المدني، قسم من عندها المختصة بحقوق الإنسان، ولا زال هذا الموضوع لغاية الآن قائم. خلال هذه المناسبة أني أحب الجميع يعرف بهذا الموضوع، لأنه كل ما عدد أكثر من الناس يعرفون بموضوعي كل ما يكون أفضل إلي. مثل ما ذكرت، خاصة منظمات المجتمع المدني أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات هذا الموضوع يعرفون به. فهذه الحالة حالة منفردة هي الحقيقة، من وسط العمل إلي، يعني حالة خاصة جدا طبعا، وحصلت بثلاث مدن متفرقة بالعراق، لأن نقلت آني من بغداد إلى مدينة أخرى. نطلب من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التعاون أكثر مع المرأة العراقية في سبيل يعني نيل حقوقها الحقيقة. وأني أول ما اتجهت للسلطات القضائية بهذا الموضوع، وباقية مستمرة أناشد الجميع وأطالب بحق. نحن مجموعة من الناشطات ومنظمات المجتمع المدني، وكل امرأة تعنى بالأخذ بحقها تجمعت وارتأت أن تأخذ حقها بالمطالبات السلمية. للحقيقة الحكومة لا تزال باردة من بتحقيق مطالب النساء، فارتئينا أن تكون هنالك حملة عندها حق أنه الحقوق تؤخذ ولا تعطى، فيجب أن نأخذ حقوقنا ولو بطريقة التظاهر السلمي. فالعديد من المطالب والمناشدات للحكومة برفع الحيف والظلم عن المرأة ومطالبة المساواة، ومطالبنا كلها شرعية وحق مشروع رفعناها لأصحاب القرار، ونتمنى أن ينظروا إليها بجدية. أنا شخصيا من بابل، من كل العراق، هذه مناشدة، واللي دعمونا بالتواصل وبقلوبهم وبإعلامهم أكثر من الحاضرين المتواجدين هنا، يعني الحقيقة هي مطالب عامة وليست خاصة. بالبداية هذه مو تظاهرة، هذه وقفة، وقفة بمناسبة يوم المرأة العالمي. احنا مجموعة من النساء العراقيات المستقلات اللي ما تابعين لأي جهة معينة، مجرد نساء عراقيات قرروا انه يكونون سند لكل امرأة ما تقدر تحكي وما تقدر ترفع صوتها بوجه الظلم اللي دا تواجهه، سواء كانت امرأة جاهلة وتريد تتعلم، سواء كانت قاصرة وزوجت بالغصب، سواء كانت ايزيدية وتعرضت للانتهاكات والمجتمع يرفضها. احنا اليوم موجودين لمساندة أي امرأة عراقية، نطالب من خلال مبادرة عدها حق، نطالب بأن يتم تشريع قانون العنف الأسري بالدرجة الأولى لحماية حق المرأة والطفل والرجل، لأن قانون العنف الأسري يحمي حق المرأة والطفل والرجل وليس حكرا على المرأة. قدمنا المطالب للجهات المعنية أيضا، ومن خلال مبادرتنا هذه وضعنا سقف زمني من 8 آذار 2019 إلى 8 آذار 2020. هذا السقف الزمني محدد به الحكومة العراقية، واليوم جتي الممثلة عن لجنة المرأة في البرلمان العراقي السيدة هيفاء الأمين، قدمنا لها مطالبنا ومنتظرين الموافقة عليها. بمجرد الموافقة عليها احنا نبدي العمل بخطوات أخرى، أما في حال لم توافق الحكومة العراقية منا ل 8 آذار 2020 فإحنا عندنا خطط بديلة
جميلة للعمل بهذه المبادرة. بالتأكيد احنا مستمرين لأنه احنا ضد أن تكون الوقفة يوم واحد ومجرد وقفة شكلية، احنا مستمرين بالمطالبة بحقوق المرأة، مستمرين بمطالبة حق أي بالمطالبة بحق أي عراقي. مبادرة عندها حق نظمتها مجموعة، أنا لازم أباوع عليك بالمناسبة، راح أعيد. مبادرة عندها حق نظمتها مجموعة من النساء المستقلات ينتمون إلى اختصاصات مختلفة، حقوقيات، ناشطات، وأيضا صحفيات. هم يتعاملون مع الضحايا بشكل مباشر، لربما هو هذا السبب اللي يخليهم الأكثر حاجة أو الأكثر مطالبين بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري اليوم بمناسبة 8 آذار، ولأن المرأة يعني في البيت تتحمل مسؤولية، هي أيضا تشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع من أجل تشريع هذا القانون الذي من الممكن أن يوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة. وطبعا اختارينا اللون البنفسجي لأنه يرمز إلى العدالة وأيضا الكرامة. طبعا حضرت الست هيفاء الأمين وهي رئيس لجنة الأسرة والطفولة في البرلمان، وتم تسليم مطالبنا إلى سيادة النائبة، ونأمل أن توصل هذه المطالب إلى البرلمان، ونحن أيضا سنواصل الضغط على البرلمان من أجل تشريع هذا القانون، وسنلجأ إلى كافة الطرق والوسائل القانونية التي أباحها لنا الدستور من أجل المطالبة بهذا القانون. ستستمر هذه الوقفة للمطالبة بتشريع هذا القانون وتعديل قوانين عراقية أخرى نشعر أنها لا تنصف المرأة العراقية ولا تحقق العدالة الاجتماعية.